في مخاوف، ما اعرفش السؤال ده حساس بالنسبه لك، ولا انه بعض ضباط الشرطه يكون فيه الذين عملوا في ظل حكم الاخوان ممكن يكون بعضهم تم استمالته من قبل جماعه الاخوان. هل لديك تعليق على ذلك؟ طبعا يعني حضرتك كنت محرج تسال السؤال بشكل اوضح، ان حضرتك تقول ان الداخليه مخترقه من جماعه الاخوان، يعني احنا في ناس مننا حتى الان مسايسين تبع الاخوان او شغالين تبع خلال حكم الاخوان لمده سنه، يمكن ان اتوقع انه في البعض استمالته الجماعه. بص حضرتك، هو حضرتك طبيعي اللي يقدر يرد على السؤال ده اكتر مني، في جهات امنيه مختصه بتحريات الضباط هتبقى ادرى مني في القصه دي، بس هي القاعده العامه عموما مش هيبقى مثلا موجود في وسط كل 100 ضابط انتمائهم كلهم لمصر واحد اخواني، ولو ده انتمائه ده حقه، بس هو مش هينفع يفرض تطبيق القاعده دي او تطبيق الجماعه دي علينا. اكيد ال100 دول هيمنعوه، ده قبل ما اقول لحضرتك ان في جهاز تحريات او في جهاز يعرف يقول ان الضابط ده ليه انتماء لجماعه الاخوان او لغيره او ليه اي فكره تطرفي. ففكره ان ضابط يبقى ليه انتماءات لاي جماعه ممكن في انتماءات فكريه عمرها ما توصل خالص لحاجات تنفيذيه، يعني مش هيجي ضابط انتمائه لجماعه الاخوان ينضم لهم او يجي يعمل حاجه مثلا خاصه بيهم، دي حاجه مستحيله. في الاول وفي الاخر في جهاز بيراقب علينا، وفي الاول وفي الاخر احنا في وسط مجموعه كبيره، ما ينفعش يبقى الضباط كلها انتمائها لمصر وروحها لمصر وشغاله وهتعمل كده. وكمان حاجه يعني عشان بس نتكلم بصراحه اكتر، حضرتك اغلب الناس قالت ان جماعه الاخوان المسلمين مش بتدافع عن الاسلام بغرض، الاسلام بيبقى اغلبهم في يعني واخد مقابل مادي. فلو نفترض ان الضابط ده عنده عقيده اللي هي مثلا المقابل المادي، عمره ما هيجي له الجراه ان يقعد في اسم او ينزل في الشارع منع ان هو يموت في كمين او في كده، من طبيعي طالما ما عندوش العقيده بتاعت الاستشهاد عمره ما هيبقى كده. انما هو لو تفكيره ان هو ينفذ حاجه في ناحيه الكلام ده مش هيلاقي اصلا مجال تنفيذها، لان حضرتك عارف طبعا وزاره الداخليه تخضع لقواعد صارمه مفيش ضابط يقدر يتخطاها، دي منظومه ماشيه وماشيه طبقا للقواعد. هو ما فيش ضابط يعرف يتخطى الكلام ده، ولو في حد كان انتمائه للجماعات طيب انا هسأل بعد كده.